في EFM 6-9 من 2 للجمعة من 7 ل 9 متاع الصباح على EFM أحلى راديو 8-14 دقيقة على EFM أحلى راديو زنا وسيني معاكم حتى للتسعة ونص. البارح كان معنا الكوتش انترناسيونال حسام حميم يحكينا على لي كاتفان هما الأربعة حاجات اللي يزمك تعملهم وقت اللي يكون عندك اونترتيان. معناها حكينا على ال 20 سنتيمتر، معناها الوجه كيفاش لازم يكون مبتسم، العشرين خطوة الأولى والعشرين كلمة الأولى في العشرين ثانية الأولى. صباح النور حسام. صباح الخير وليد، شنحوالك؟ صباح الورد، شنحوالك كوتش؟ الحمد لله صحة بخير. يعني البارح الموضوع اللي حكينا فيه عمل ضجة كبيرة يا سي حسام، وبعثوا لي برشا مساجات خاطر برشا عباد عندهم دي زونترتيان، خاصة ماك تعرف اللي كمل قرايته، اللي كمل الفترة اللي فورماسيون، ولا اللي هو عنده زونترتيان جنرال ما يكون آخر الصيف في سبتمبر كذا. دونك اليوم يقول لك أنا باش نخلط قدام الجوري كي نخاف، كي يضربني التراك باهي هاللي كاتفا باش ندخل نتبسم، ندخل بالخطوه اللي هي فيها برشا ثقه في النفس، معناها ثقه في النفس المفرطه، والا كان لي هكا كتافه طايحه ويبدا هكا خايف. ولكن والعشرين كلمه الاولى اليوم انا سايي حصل ما في الصدور، وصلت قدام الجوري، شنو يلزمني نعمل بالضبط حسام؟ تري تري بيان. دونك بعد التحضير نتاع البارح اللي حكيناه البارح، كنا نورمالمون كله يتحضر في الدار. اليوم انا وصلت قدام الجوري باش نبدا نتكلم. انا بالطبيعه عدوك الاول كيما قلت بالضبط يا وليد، عدوك الاول هو ديما التراك، لا هو معرفه لا هو حتى شيء، هو التراك اللي باش يخرج سي نورمال. التراك حاجه ناتيغيل بيان سور. انت تعرف وليد، انت مقدم وتعرف اللي كي نقولوا اكسيون باش نبداو نصوروا، تعرف معناها حتى المقدم اللي طول عمره قدام الكاميرا يجي ممثل ولا حتى مسرحي معدي حياته قدام العباد وقدام المسرح، تعرف كيفاش يبدا يهضر من ورا الريدو، وانت تتبع في برشا ممثلين ومسرحيين وليد، وتعرف حاجات هذوما معناها حتى المسرح ويكون سبب من اسباب النجاح. راهو انا ديما نقولها، اللي ما يخافش ما ينجحش، معناها اللي يدخل صحيت. وهذه القوة نتاع المسرحيين والعباد اللي متمكنين انه التراك ما يمشي، ما يهزناش للستريس، معناها الرهبة هذيك ما تهزناش للتوتر. هذه نقطة مهمة. ذي صحيت، معناها الخوف باش يجيك باش يجيك، ولكن صحيح. ما لازموش الخوف هذاك يهزك للتوتر. للتوتر، على خاطر إذا كنا في التوتر باش نفقدوا الأعصاب نتاعنا، وباش نفقدوا اللي حضرناه الكل باش يتيح. دونك كيفاش نحضروه التراك هذا؟ باش نقولوا احنا باش نحاولوا نقصوا فيه لو ماكسيموم. يعود يجيني أنا في 30 سكوند، في تك 5 سكوند نتعدى من التوتر ونولي ألاز وأموري باهي. سهل برشا. العدو نتاع التراك هو التمرين والإعادة. وانت تعرف وليد اللي احنا حتى في التلفزه نعاودوا برشا مرات، وفي التمثيل يعاودوا، يمكن المشاهدين يشوفوا كان الحاجه الاخرى اللي تخرج هي ديفوزي ولا الحاجه المسجله اللي يصوروا ورا الكاميرات، ولا يعرفوا اليوم قداش يحضروا سبوت يشوفوا احنا 10 سكوندات يتحضر على نهارين هذاك داكوردو. صحيح. بالتمرين باش نحاولوا نكونوا محضرين بيان سور بعض الاسئله، احنا ماشيين للجوري الواش استنى بعض السؤالات، نحاولوا نحضروا بعض الاسئله مثالش، فهمت؟ هنا ما يلزمناش نحفظوا، خاطر فما عباد ساعات يحفظ لي غيبونس ويمشي يصبهم لهم، داكوردو؟ هنا إذا كان حفظت وجاك التراك من الأول ونسيت كلمة ولا كلمتين، سيء مشينا فيها وتولي تلوج على كيما تذكرش قبل كي خرجنا المعلم محفوظات، تنسى الكلمة الأولى. تعاود ترجع. صحيح، تبدا تغدر لاصحابك تقول لهم الكلمه الاولى. صحيح. دونك شنو نعملوا؟ نحاولوا نحضروا بطريقه ولا بطريقتين. ديما مخك هاكا عنده دو سوليسيون، انا باش نجاوب على السؤال هذا نجم نمشي له منا ولا نمشي له منا، عندي هاكا يا نمشي على لوتوروت يا نمشي على الجي بي. صحيح، باش نبدا واضح داكوردو، باه يلزمني زاده نبدا عارف شنو هو الحاجه اللي تنجم تدخلني في اللي انا السورس بتاع التراك نتاعي. نجم نقول فور اكزومبل انا ما نعرفش نحكي بالفرنسي بالكدا، فور اكزومبل كول سنتر ولا حاجه، ولا فما مومبر في الجوري انا نخاف منه. انا عندي سؤال برك. سؤال حسام، هل معني هو فما الاسئله ستاندار نتاع عرف بنفسك و و و هل كي حضر الاسئله ذوكم وما من الاول ينجم يغلب بهم التراك؟ بيان سور. ولا يقول لك انا نلقى واحد من الجوري نعرف روحي نخاف منه ما نغزروش في عينيه، ولا لا صحيح هذيك ولا غلط؟ سهله برشا. احنا علاش كي ندخلوا في اي اونترتيان
الجوي يقول لك هيا ابدا عرف بروحك شويه، خاطر ما فماش واحد ينجم يغلط في اسمه ولقبه وعمره وين يسكن وش قرا. ما حتى راقد ينجم يقولهم، ما يبداش يسال فيه ديريكت يدق الباب يقول واي السؤال الاول يبدا جاوب، لا ما تدخلوش هكاك. هو علاش؟ على خاطر يعرفك انت عندك التخاك، والتخاك سي نورمال، مي باعت انت شنيه الوحده نتاعك الكاباسيتي نتاعك باش تعدى التراك هذا. احنا فور اكزومبل برشا حاجات ما نحطوهمش في السي في كيما ليزكسبيريونس. فور اكزومبل فما عباد تلقاها خدم دهان، خدم حماص، خدم يبيع فور اكزومبل في السوق، هذوما الحاجات الكل ما يتحطوش في السي في. ريت المشغل كي عيط لك يا وليد راهو سي سوبوزي اللي السي في نتاعك تقبل، خاطر كان السي في نتاعك ما تقبلش ما يعيطلكش من الاساس. معناها احنا اوريت كي يبدا عندنا لو ريفلكس انك تعاود انت السي في نتاعك، ما تعمل كان تخسر في الوقت انت، معناها كان يعطيك هو ربع ساعه، انا 10 دقائق تحكي لي فيها على السي في نتاعك اللي انا قريته ودققت فيه وعيطت لك قلت لك ايجا راه السي في نتاعك عجبني، باش تعاود تعرضه لي ما عملنا حتى شيء. انا معيط لك نشوف حاجات انت ما وريتهم ليش، مثلا انت تقول لي انا في الكوميونيكاسيون خوي، وريني اللي انت قوي في الكوميونيكاسيون، قول لي انا في الفرنسي راني نحكي مليح، فاضل نحكي بالفرنسي، قول لي بار اكزومبل اللي عندي انا مهاره نتاع ليدرشيب وقياده نتاع مجموعه، ايجا نحكي وريني تراكي، خاطر هذوما ما تنجمش تكتبهم لي وتخليهم هكا تكتبهم لي تيوريكمون، معناها لازم يشوفهم انا قدامي. ديما نعاود ونقول راهو هالحكايات هذوما الكل المشغل كي عيط لك راهو حاجته ببروفيل، راهو المهارات والتقنيات ينجم هو يعلمهم لك. اي واحد جيبه، انا بار اكزومبل توا انت كي تقول لي انا خدمت استاجير في الراديو، باهي شنو خدمت انت في الراديو؟ في الاعداد، خدمت في التنشيط، خدمت في اللوجيستيك، فاش خدمت بالضبط؟ لازم نعرف انا فاش خدمت. احنا برشا حاجات هذوما ساعات ما نحطوهمش، فما عباد برشا متطوعين وانت تعرف وليد توا اللي برشا اللي فاكولتي يعملوا من غير ما نسميه ويعملوا برشا متطوعين يمشيوا للبلايص والهلال الاحمر والهلال، هذوك راهو ما تتصورش القيمه نتاعهم في السي في. ما تتصورش هاك اللي بيتي ستاج تاع عباد ما عندوش الكشافه ولا سورتو الكشافه. كيما واحد عمل الكشافه كيما واحد ما عملش، صحيح. كيما واحد بيع في السوق كيما واحد ما بيعش بالنسبه للبروفيل كوميرسيال، كيما واحد خدم دهان وحده ولا عمل برويته في السوق وبيع، كيما واحد قعد 6 شهور ما يخدمش، مش كيف. انا حاجتي ببروفيل، معناه اذا كان باش تحكي لي على البروفيل والبروفيل الراه هنا يماتشي مع يماتشيش، معناها كي نربطو كي نحطو يتحط في البوست، راهو المهارات انا نجم نعلمهم لك. اعطيني اي واحد في اي مجال واعطيني اي بوست في اي مجال 3 شهور تنعلمه يخدم فيه، ما فما مش باش يولي اكسبيرت، لازم شويه وقت، اما المهارات نعلمهم له انا ما فما حتى مشكل. داكوردو معناها في نهايه المطاف حسام، انا اليوم كملت التكوين الاكاديمي ولا الجامعي نتاعي ولا اللي هو، وقفت قدام جوري، معناها يلزمني نوريهم هما شنو حشتهم، معناها البزوان نتاعهم لازم نشوفهم نكملوا بهم. اي اعطيني دوز استيو صح، انا حاجتي حاجتي بهذه، اعطيني استيو براتيك نتاع ديال البراتيك. واحد سال سؤال يا سيدي سي وليد قاعد ببيب كاس عباد سالني سؤال، وانا مع العلم ضربني التراك، وانا ضربني التباق، هم ما يتعداوا السؤالات ولا ما يبدا التراك ديجا يراوند تتعدى كل شيء، ضربك ستريس ستريس، اذا كان ستريسيت مشينا صحيح صحيح بلوز او موان ماهوش امريكا. سالني واحد سؤال داكوردو، لون دي زاستيوس، واحده من لي زاستيوس باغ اكزومبل تاع ديال توتيان ديالي، انك ما تحاولش تجاوب العبد اللي يسال السؤال. سالني سي وليد وقاعدين ثلاثه هما، حاول اغدر للعباد الكل على خاطر راه السؤال هذاك ماهوش سؤال سي وليد، راه سؤال الجوري، راني انا كي نجاوب سي وليد برك نقعد نغزر له ونجاوبه، خاطر هو سي وليد سال السؤال، لي مومبر دو جوري الاخرين العباد اللي في جوري الاخرين باش يحسوا روحهم اوبليجي هما اللي يسالوا السؤالات. معناها انا كان نغزر لوليد برك نجاوبه وبعد ندور للاخر كي نكمل، هي الاخر بالطبيعه باش يزيد يسال حتى هو، دونك باش ننقص انا في عدد الاسئله. حاول انا كي يسال سؤال راهو ذاك السؤال يتوزع على الجوري بالنظرات، معناها سألني محمد نغزر لعلي وصالح ومجدي ومع محمد شويه بيان سور، خاطر مع محمد السؤال ده كله. يعني حاجه ما تمشيش للشركه باش محضرها، اعمل طلع يا اخوي على الانترنت توا كل شيء بالمكشوف، شنو معناها اقل حاجه اني نعرف انا يا اخوي وقتاش تاسس هالشركه ذي يا اخوي، فاش يخدموا يصنعوا في الكوابل، مؤسسه ماليه، شكون الشركاء نتاعهم، مع شكون يخدم، ما نعرفش حتى هذوما الكل موجودين هما هذاك علاش يسالوهم في الانترتيان، عمره ما يسالك على شي فروات يقول لك باغ اكزومبل تعرفش احنا وقتاش تعمل، تعرفش شكون يخدم معانا، مادام سالك مادام الانفورماسيون موجوده على الانترنت والا بارتاجي، معناها ما نتصورش انا نسالك على حاجه انفورماسيون كونفيدونسيال على الشريك، معناها انت اذا كان
انت جاوبت على حاجه هذه خرجت مينيموم دو شون معناها لازمك انت تعمل طلع قداش عندهم من فرع مع شكون يخدموا قداش هما اللي شيفر دافير اذا كان فما رابور انيوال دافير اذا كان كوتيهم بالله حس... أي... فهمتك وصلت المعلومه ولكن عندي سؤال مهم انا بالنسبه لي كي يسالوك قداش تحب تخلص هذا السؤال الجوهري هل مطالب الشخص هذا نجاوب وإلا يتفادى السؤال هنا 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 وليد رو احنا ولي بوست فما دي بوست تاع بداية كارير نحكيو على بداية الكارير نحكيو على بداية الكارير انت تعرف انت طريق قديش انا ما نصورش انت صابك في بوست انت عم 200 دينار وماشي ومكستم روحك ولو شاري صابات 300 دينار مش تعدي بيوتر تيار وشهرين 200 دينار صعيب شوي انت تمدل صبيت هي شنية الغلطة تاع العبيد انه موجود يعملوا ارتيساج وانا ارتيساج مرة يبعث او ماس يبعث برشا عبيد ويعيطوا له ما يعرفش هذا باش يخلص 200 لاخش يخلص ملايين يبعث العباد الكل كيف كيف ما تجيش هكا لازم نعملوا ان سيبلاج يعني ان سيبلاج انا انجينير انا قاري ليسونس انا قاري باك انا قاري شنو انت قداش انت بريب قداش نحب نبدا راه فما عباد يبداو بلاش ولي ويدخل ويقول لك بجوري ديريكت راني انا لهنا باش نتعلم يقول لك ما يهمش هذاك الكل وحنا عندنا التشجيعات نتاع الدوله راه وليده بريتو عندنا لي سي في بي وعندنا بعد الكرامه وعندنا سي تي سي وعندنا معناها برشا دي كونترا ما نصورش انا معناها واحد بدايه كارير يدخل ديريكت ياخذ فيه سالير كبير برشا فهمت هذا اللي نيغوسي سالير اللي جايب حاجه للشركه خلينا جايب حاجه للشركه عنده الحق انه نيغوسي انا سي وليد غدوه الركروتي خويا في اذاعه واحد اخرى اوتوماتيكمون سي وليد شو يقول لي لا خويا خليني هوني انا ميركاتو ميركاتو جوار من بلاصه خليني نلخصها اليوم قصه اليوم البارح لخصناها في اللي كاتبه اليوم يجيك سؤال من عند واحد من الجوري ماذا بك توزع الاجابه على الاعضاء الجوري الكل والثاني ماذا بك تحضر على الشركه اللي ماشي لها وما سور انترنت هل تقرا كلك شيفر وكلك زانفورماسيون باش حتى هو ما سالهمش نجم انت تدخلهم في الاجوبه نتاعك واضح انا نعرف اللي انتم الفروع نتاعكم اخر فرع حل في البلاصه الفلانيه انا نعرف اللي الشريك نتاعكم فلان الفلاني مازال كي حل هكا انا نعرف اللي انتم باش تحلوا معمل في البلاصه الفلانيه عن قريب هذاك علاش صبيت عندكم انا بيان انت باش توري الموتيفاسيون نتاعك انت معناها متحفز انك تخدم معاهم باش توريهم اللي انت شاعر انك تخدم معاهم واضح واضح ميرسي بوكو حسام كالعاده في موعد يومي حسام حمامي كوتش انترناسيونال وكل يوم عندنا نصائح جديده للشباب نتاعنا ميرسي بوكو نهارك زين حسام حمامي بعد شويه لانفو ترافيك مع جي جي وراجعين لانفو يفهم وليدو مازال عندنا اخبار اخرين محليهم ولا محليهم يا زين يا جيهان اليوم نهار كامل وانت اخبار غريبه ويلعبوا شطرنج ويلعب بوكس والآخر عظمة 300 كنت تعرفها أنت فاست البوكس شطرنج وبوكس شوف أكل المقاربة اللي هكا صارت شوف أكل الكوكتيل وعظمة 30 مليون عاملين جيم عليها في هاستاجرام خير من عظمة محليها كي تراها لا لا فما سر ايجا نقول لك حاجه سي سيغ التصويره كي تصورت خذيوها دراكي فيه اي لا عظمه مذهبه انا مقتنعه وعندي المستمعين نتاعي يستنوا في المعلومه المستمعين نتاعك الكل يستنوا في المعلومه هذه بالطبيعه باش عندك للاخبار هذوما محليهم على الاخر في المانيا رد بالك فما رد بالك تشد ثنيه لوتورود وانت ناقص اسانس ولا بانسيش هكا ويهبط دز ودرشنيه ممنوع هكا هبط دز ممنوع هذاك يتسمى خطر 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 غرامة مالية حذر أرويتك في كوريا الشمالية فما هذه متأكد لي فما أخبار غريب فما قصات شعر عندك الحق فما أنواع تاع قصان شعر تمشي للحجام يقول لك نساء ولا رجال الساعة نساء ورجال على بعض هذه تنجم لا والله هذه شمالية كوريا الشمالية ممنوع منعا بتر عندهم قرابة 25 كوب تنجم تعملها أما فما قصات شعر كان تعملهم ديريكت تعتبر متمرد متمرد على شكون على ال على شكون ما نحبش لا على شكون على شكون امان بيه في اليونان هذيا استنى ارجع لي معناها كي واحد يحجم يشد الحبس بيان سو يشد الحبس هذه حكايه فارغه تتسمى متمرد قلت لك لا مالا عصيان اي صحيح راح الغالي راح ما نركزوش فهمت بيه في اليونان في اليونان كي تمشي هذيا بالنسبه عنا يعوموا تو شيخين مرمى الحمد لله ذيك انت تمشي ديريكت ميكونوس ما نعرفهاش انا يزي وليد به لا علينا تو قال لك في اليونان هذيا للفتيات الجميلات في اليونان كي تمشوا للمتاحف وتزوروا المعالم التاريخيه رد بالك فما رد بالك تلبس الطالون ممنوع
بالنسبه لهم هما يقلق تسبب نجم تسبب تلف هما هكيكا في المتاحف وكل شيء لازمك تمشي هو ارتاح لما حالك اي واحد يبدا مركز في تابلو ولا في صمبا وانت طق طق لذلك مخك انت يعني هما يحافظوا قاعدين على صحيح دونك شفت النظام في كابري مازال عندك اخبار غريبه كابري كمالي كابري تبع ميكونوس عاد جاوا كويس في كابري الايطاليه ممنوع تلبس حذاء موزاج طق طق في كابري زاد قبقاب خاطر جماعة كابريس وكل المحليين يحبوا يرقدوا جوستومون يحبوا الراحة والهدوء غزمو ما عملوش كما في اسبانيا ما طردوش السياح اما قال لك يا خويا ما تجينيش بقبقاب جيهان اخبارك انا قلقوني باش نمشي لاخباري من الطيب والله اخباري شيخ عليهم من الطيب من قبيله هكا اخرج جيهان اخرج جيهان انت والعظم والبوكس 38 دقيقة على فما احلى راديو وصلنا اخبار وفاة والد صديقنا وزميلنا طارق بعلوش في مثل هذا فقد فلترفع الأحزان رايتها وترفع الأقلام من عزيمتها ولتصمت كل مشاعر الكون أمام رهبة الشعور رحم الله أباءنا وحفظ من هم على قيد الحياة البقاء لله نعزي أنفسنا وصديقنا طارق بعلوش إثر وفاة والده اللي غادرنا إلى دار البقاء ليلة أمس ونسأل الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان في الوقت العصيب هذايا احنا نحكيه على فقدان السند والظهر مشاعر ما نجموش نحسوها إلا ما نعيشوها رحم الله الفقيد وتعزينا الحارة أنا وكل أسرة إذاعة EFM تعزينا الحارة لصديق فتيتي رحم الله الفقيد وتعزينا الحارة لصديقنا طارق بعلوش حلقة اليوم ظهر لي تلخيص واضح حكينا على لونتروتيان مع حسام حمامي قال لك فما حاجتين دوز استيوس كي تفقوا قدام جوري كي يجيك سؤال ماذا بيك تجاوب الشخص ما تقعدش تغزل الشخص اللي سالك سؤال بركة توزع النظرات متاعك على كامل الجوري الحاجة الثانية كي تبدأ ماشي لونتروتيان ماذا بيك تدخل تقرأ شوية معلومات على الشركة اللي انت ماشي تعدي انترتيان فيها أرقام معلومات لساكسيونير كذا 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 وقتش تأسد دونك وتدخلهم في وسط الإجابات متاعك الأخصائية في التغذية لمريم توكيبري قلت لكم للأشخاص ربي يشفيكم إن شاء الله وربي يشفي جميع المؤمنين وربي يحفظنا اللي عندهم مرض السكري النوع الثاني نجم تلقفوا من الاول بيان سور لي كومبريمي اللي يعطيهم الكتبيب والتغذيه نظام التغذيه والرياضه مهم جدا نظام التغذيه والبروتيين اللي تاخذوا الكميه وخاصه الرياضه عامك سليم حكيمه قال لكم يا خويا كي تمشي السياره نتاعك تخلط ماء وزيت السياره نتاعك تعمل حس في الموتور الخوف من انك تبدل الموتور وإلا تصلح الموتور تاخذ بلوزيور افي تمشي الميكانيسيان واثنين وثلاثة واربعة وتاخذ بلوزيور افي فما حالات الموتور يلزم يتبدل وفما حالات نجم تصلح فيهم الموتور من غير ما تخسر برشا فلوس هذا كان تلخيص للحصة متاع اليوم بعد شوية عنا محمد شيحة باش يحكي لنا على ولاية نابل ها وما أدراك ما ولاية نابل وعنا زادة في النص ساعة الأخيرة الدكتورة نجلة الدعداع أخصائية الأمراض الجلدية والتجميل باش تحكي لنا على إزالة الشعر بالليزر قبل هذا كل نمشي لنفترة في كرة جاينا. على EFM أحلى راديو. قالوا لي فما انفو أنا في بالي بها خرجت اختلط ما خرجتش في بيها قالوا لي فما انفو EFM ربي قد الخير فما عجيب وغرايب أش لنفو EFM أجبت من غريبة تو هذه غريبة في شكل نصيحة في شكل هذه حكاية يسر مهمة نصيحة شو كل واحد نجم نقبلش نصيحة قل لي وتنقول لك مدى بغريبة كيفاش هي غريبة بصدق عادة بصدق كيفاش غريبة وتحبني نقبلها نصيحة أبشو قل لك عليش غريبة قل خاطر تفادليك يعتبر عادي ما هوش لا غريبة لا عجيبة به أما الغريب في الأمر أنه أكد تفادليك بما معناه أكد تفادليك الماسط بين الأزواج بين الظفرين آه ينجم يدمر العلاقة الزوجية كيفاش لله حسب الدكتورة جسم المطوع قال لك التفادليك
كما نقولوا نحن كي ناكد على الماسطة بينها زوز أسطر. هكا الدكتور جاسم قالها ما قال المزح الثقيل هو. قول مزح ثقيل. لا والله مصدح. احنا ما نفهموها كينا كتفدليك كالرمز عرفتوا كليم. به ثقيل. وكتفدليك الشهيرة عاد بربي ذيك ها أنا أسمع باش نطلقك. لا والله والله والله. لا والله وهي تقول له كان خذيت ولد عمي. لا ممنوع. أنا ولد ممنوع منعا بيت نحكيو في الطلاق بين الأزواج. معناها تفدليك بين الأزواج تفدليك الثقيل اللي بين الأزواج هذا سبب من أسباب الطلاق. بيان سور ينجم يدمر خاصة النساء ماك تعرف المرأة رقيقة رشيقة حساسة. معناها هو كي تقول له باش ناخذ ولد عمي مثال. يعرفها يعرفها تفدلك أما المرأة راهي حاسة تقعد تخدم في مخها تقول يا بالك شي معناها ينجم يعملها معايا أن جور ماك تعرف احنا نساء عنا تبارك الله أغيغ بونسي محلي على الأخ. المهم هذه نحيناها نلغيوها ممنوع. حاجة أخرى مهمة على الأخر كان مرتك هكا جيت محلي عاملة نيو لوك تي زايدة حتى من عرشينا بغسلي وانتي ما فقتش ميسيلش هاي ما فقتش ما فقتش قالت لك شفت محليها مش لازم عادة تبدأ تتذومر يا والله كان خذيتها خضرة أخي وإلا زاد انتي يا مدام كان راجلك جاي عامل هكا نيو لوك وفي جديدة محليك زوجي محليك عشيري الكلام الحلو محلي أكا عملت والله لفقت بيك لا ولا نفادلك شنية هذي المصاطة وليد راه لازمك المعلومات هذوما راه انت ديما تجي في الصباحات انا ديما ويستنوني عندي والله عندي مستمعين وعندي برشا مشاهدين في الاف ام تي في ديجا تو يستنوا. المهم والله هذيا راهو راهي مهمه على الاخر راهي توجع ساعات المراه تبدا عامله بون كيف ومروحه من الحجامه وخاسره ومن بعد تقولها خاسره من مكتوب بيان سور اللي يلزمها تخسر من مكتوب من لهو هذيك تو نحكوا فيه غدوه انا بوب لا دقيقه دقيقه امانك ما زلت حاجه اخرى ياسر مهمه عندك غريب اخرى اللي تبدا توري في روحك قدام امك ولا خالتك ولا وانت بربي زيدك تبدا امك جات بحذاك تولي اما نحترموا بعضنا محليه الحب ما بين الازواج قول لها كلام حلو وليد وليد انت ان شاء الله زوجتك المستقبليه هذا كل قالوا هذا كل قالوا عمك جاسم بتبيعها عمك جاسم راهو خبير على الاخر في العلاقات وانا لقيتها والله بالحق هذه معلومه مهمه على الاخر يا رجال يا نساء حبوا بعضكم فدلكم ما بينات بعضكم تفدلك حلوه قدام العبيد هز من قيمه راجلك هز من قيمه مرتك ما تبداش تنبس فيها وكذا ما ضمروا ما ضمروا يبدا هكا بليده ورا كيكه ويبدا قاعد هكا ويوري في روحه قدام ولد خالته وجيب حذاه ولا ها لا هذا كله يسبب في دمار بيان سور والله والله يا وليد تشوف اصدقائنا المستمعين واللي تفرجوا فينا بربي اكتبوا دي كومونتير وانصفوني مع وليد زريات والله بارك الله فيك لجين انت وسي جسم في بالنا خالد العبيدي مستبد طلع سي وليد زريات والله مستبد فروماكس والله انا قاعد نتبع فيك معناها نتبع في الاخبار العجيبه وهو عظمه 30 مليون وهو السيد اخي غرت منها العظمه قاعد نعمل لك جيميت في انستغرام ميرسي بوكو جيجي تقعوا معنا كل يوم بخبارها العجيبة والغريبة ما أنا اليوم ما يكونش محضر روحي بماني نعوض في اللهاج الحناشي ها توا توا ماني يقوم واحد الصباح حضر روحه الأخبار اللاجئين صار هذا كل ماكش محضر ما في باليش أنا قاعد متفاجئ هذا ما شاء الله والله أنا قاعد ماني ليز يوم عجيب وغرب ليز أنا متفاجئ دونك توا غدوة نترينها لك بالذمة باش نقوم لك الصباح مفرشك باش نفهم أو باش نعطيك غنية اللي كنت هذا ياسر مخش قال ديديكاس الجيان بعد شوية محمد شيحة باش تكون معنا الدكتورة لنجلة الدعداء باش تحكي لنا على إزالة الشعر بالليزر دونك هي أخصائية في أمراض في الأمراض الجلدية والتجميل قبل هذايا محمد شيحة اليوم باش تحكي لنا على ولاية نحبوها برشا ولاية نحبوها برشا في FM ديكوفيرت اللي هي ولاية نابل ولاية نابل نحسها عندها شرم سبيسيال علاش عندها شرم سبيسيال فيها البحر فيها جبل فيها كما كل مناطق في تونس الماء حتى تبرقة فيها حتى جندوبة حتى سوسة حتى كذا ولكن فيها فازة الكليد متاع الخريطة نحبها برشا معناها البونت الكاب متاع الهوارية فيها برشا أسرار برشا أسرار ولاية نابل وإحنا كل مرة كل مرة باش ناخذ ولاية كل مرة محمد شيحب باش يحكي لنا على ولاية من ولاية تونس نمشيو تو سويت إف إم ديكوفيرت
في السخانه هذه نلقاو العائلات والاصحاب يحبوا يتلموا في بحورات مزيانه وسورتو كالم، وبرشا منا يبداو يلوجوا على اقرب البلايص لهم. هذاك علاش اخترت اليوم ولايه نابل، وين البلايص المزيانه والبحورات اللي ما توفاش. الجهه اللي نلقاوها تجبد الزوار بجمالها وخاصه بناسها المضيافين، نلقاو فيها بحورات من اجمل ما فما في العالم مش كان في تونس. ومن الولايه هذه باش نمشي بيكم لجوهره الوطن القبلي، نابل المدينه واللي تبعد 60 كيلومتر كهو على العاصمه، واللي هي ثاني اقدم مدينه بعد كرتاج. وشكون ما يحبش نابل؟ نابل الخضار والبرتقان والفخار واللفاحات والبحورات. امشي اعمل دوره في المدينه العربي توا تشوف اللبسه التقليديه الزمنيه وتشم ريحه اللفاحات اللي متسمين عليها من قديم الزمان. وما تنساش تعمل قهوه غادي، خاطر بالرسمي باش ترجع بيك الذكريات للزمن الجميل. ماناش ناسين بالطبيعه البحورات اللي فيها بالرسمي انواع واشكال وشطوط طويل وعراض كيما سيدي المحرسي وسيدي سليمان والدوزوات وغيرهم وغيرهم. فما المجهز منهم وفما الغير مجهز للي يحب يهز دوزواد وينطلق، وفما اللي يحب على الراحة ينجم يلقى غادي رستورانات وقهاوي موجودين على البحر. جوهرة الوطن القبلي. هكا كانت رحلتنا لليوم، نتقابلوا غدوة إن شاء الله.